نظم حزب مستقبل وطن قوافل غذائية في عدد من المحافظات، يأتي ذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وبالتزامن مع مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كتف في كتف، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم. تنفيذاً لتوجيهات السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتزامن مع مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كتف في كتف، نظم حزب مستقبل وطن قوافل غذائية في عدد من المحافظات بمناسبة شهر رمضان الكريم. من الحاجات الجميلة جداً إدخال السرور والبهجة على الناس، أي ناس، إدخال السرور والبهجة على الناس. وأتصور باللي احنا بنعمله ده بوجودكم بصرف النظر انت بتقدم ايه، لكن كفاية انك انت بتخبط على بيته وتقول له انا شايفك وانا معاك وانا حاسس بيك وبحاول اخفف عنك. الرئيس بيقول لك رمضان كريم. هنكمل في الأمر ونجري على المستقبل اللي احلمنا بيه. السيسي اللي كان في وقت خوفنا محسنا بيراعي ضميره بجد ويخاف ربنا. شكرا للرئيس السيسي وكل سنة وهو طيب. شكرا للرئيس السيسي، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانت طيب وأقول 100 سنة يا رب وخليك لينا. رمضان كريم وكل سنة وانت طيب يا رئيس. شر المرض ويجعلكم حسناتكم على طول ويديكم صحتكم ويجعلكم كده في كل سنه وكل شويه فاكرين الغلابه. كل سنه وانتم طيبين ويجعلكم الزياده ويخليكم الغلابه ويخلينا الريس وربنا يستر عليكم. ربنا يخلينا يا رب سياده الريس ومبادره كتف بكتف كلنا مع بعضينا وايد واحده، وربنا يصلح له حاله يا رب ويوسعها عليه ويرزقه ويرزقنا معاه يا رب ويوسعها علينا جميعا يا رب. احنا بنشكر الرئيس والاسماعيليه كلها بتحبك يا رئيس. احنا بنشكر الرئيس وبنحبه والاسماعيليه كلها بتحبه. ربنا يخلي لنا السيسي يا رب وينصر على مين يا عدي. This is the guy.